السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي أخبار جميلة جدا الحمد لله. دلوقتي إحنا عندنا مكتب عقاري وشريك التركي، وعايز أقول حاجة مهمة جدا وربنا شاهد على كلامي ده. أي شقة هنبيعها، شقة، أرض، فيلا، هتكون بنفس الثمن اللي صاحب الشقة عايزة تتباع بيه. يعني مثلا صاحب الشقة التركي قال أنا عايز أبيع شقتي ب200 ألف، إحنا بنعمل إيه؟ بما إني أنا شريكي التركي عارف المنطقة، 20 سنة شغال في العقارات ويعرف يقيم تمن الشقة بالظبط، نعرف مثلا لو الشقة دي تستاهل 150 ألف ننزلها 150 ألف، ومش هنزود عليك حاجة، وربنا شاهد على كده، سواء فيلا، أرض، شقة، مش هنزود عليك حاجة، هناخد عمولتنا المتعارف عليها في تركيا البسيطة والعادلة. من اللحظة ديت اطمنوا، مفيش حد في تركيا إن شاء الله هيقدر يخدعكم، وهنكون واقفين جنبيكم إن شاء الله، وهتاخدوا بالسعر اللي زي التركي بالظبط إن شاء الله. أتمنى أشوفكم قريب في تركيا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت لإسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، سعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي. يعني أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء، يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الثمن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث الإيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا، وتحديدا إلى إسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جيتها على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص اللي جيتها الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح واللي جيتها 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيتها منتظرني الرجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، ويحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا جزيلا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك للسياحة في إسطنبول،
فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. 0544-916-1777 علي جمال إسطنبول تركيا. مع السلامة.